إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. مالك يا زياد يا أخويا؟ شكلك مهموم كده ومتضايق. لا لا مش عاجبني خالص. هو في حد مزعلك؟ لا والله يا سلوى مفيش حد مزعلني ولا حاجة، بس انت عارفة زهق وإحباط، شوية حيرة كده. كل بفكر أعمل مشروع عشان مصاريف البيت والعيال والحياة، يعني يطلع لي حد من أصحابي يعقدني، يقول لي المشروع ده مش هيكسب ومشاكله كتير وهتخسر، ويسد نفسي عن المشروع وعن الدنيا كلها لغاية ما بقيت زي ما انت شايفاني كده ومش عارف أعمل إيه. تجنب الشعور بالإحباط، دايما اعمل شغلك وابذل مجهود فيه وتفاءلوا بالخير تجدوه، خليك واثق إن ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله. تجنب مصاحبة الناس اللي بيقللوا من همتك أو يحبطوك، تجنب اللي بيقلل من حماسك، علشان الطاقة السلبية عدوى ممكن تنتقل بسهولة من شخص للتاني. ابعد عن اللي يحطلك العراقيل قدام كل فكرة كويسة. لو عندك فكرة حلوة، فكرة إيجابية ودرستها كويس ودرست إمكانياتك كويس وعرفت نقاط ضعفك ونقاط قوتك كويس، توكل على الله وما تخليش حد يرجعك عن طريقك. توكل على الله وسيب النتيجة عليه. الشخص الناجح والمتفائل بيبقى عنده حل لكل مشكلة، لكن الناس السلبيين بيبقى عندهم مشكلة مع كل حل. ألبرت أينشتاين قال لنا الحكمة دي من زمان، قال السلبي عنده مشكلة مع كل حل، لكن الناجح عنده حل لكل مشكلة. ركز إزاي تنجح. حاول تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين يشجعوك إنك تتقدم، ودي أولى خطوات النجاح والسعادة. دمتم ناجحين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.